تحية ريادية في إطار فعالية قافلة الرياضة للجميع المدعمة من طرف وزارة الشباب والرياضة، تنظم جمعية أصدقاء الطفولة والشباب قافلة تحتوي على عدد من الرياضات الجماعية والفردية. وكنشكروا وفي هذا الإطار كنشكروا الأخت المشرفة على هذه القافلة والمدعمة من الأطر، من عدد من الأطر، وباسم جمعية قدماء لاعبي سريع وتزم كنا نرحبوا بهذه القافلة وكنا ننظموا دوري في كرة القدم المدعم من طرف هذه الجمعية. الدوري يحتوي على 26 فريق من فتيات وذكور، وكنا نشكروا جميع الأطر المشرفة على هذا القافلة والأطور ديال الجمعية ديال نادي ديال قدماء لاعبي سريع وتزم اللي تأطروا هذا الدوري اللي جا مناسبة مع الدوري الرمضاني، وشكرا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية رياضية في إطار فعاليات قافلة الرياضة للجميع المدعمة من طرف وزارة الشباب والرياضة، تنظم جمعية أصدقاء الطفولة والشباب قافلة الرياضة للجميع. جاءت هذه القافلة لتنخرط فيها جميع الفئات، لا للإقصاء، لا للتميز، لا للعنصرية. جاءت هذه الرياضة أيضا لتوسيع هذه القاعدة الرياضية من أجل الإقلاع بالرياضة النخبوية من بعد. نشكر جمعية أصدقاء الطفولة والشباب في شخصية الرئيسة كنزاوي فاطم الزهراء على هذا المجهود الجبار الذي ما فتئ أن فتح أبواب كثيرة لهذه الرياضات. فمنذ شهر أو شهر ونصف ونحن ننخرط في عدة رياضات. الرياضة الأولى كانت في المشي، الرياضة الثانية كانت في ألعاب القوى، الرياضة الثالثة الآن نحن بصدد إقصائيات كرة القدم المصغرة بتنسيق مع جمعية قدماء سريع وتزم، قدماء لاعبي سريع وتزم. هذه الإقصائيات التي تضم 26 فريقا ذكورا وإناثا، واستضافت أيضا مع رمضان الأبرك. ولا ننسى أيضا أن هذه القافلة ضمت أيضا إقصائيات في كرة السلة وفي الكرة الحديدية بيتونغ ورياضات أخرى. الشكر موصول لجميع الفعاليات الرياضية، الشكر موصول لجنود الخفاء الذين يقفون على قدم وساق من أجل الإقلاع بالرياضة القاعدية والوصول أو تحقيق أهداف منشودة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. كنبغي نشكر جمعية أصدقاء الطفولة والشباب اللي نظمت قافلة الرياضة للجميع، واللي كتسهر عليها الأستاذة فاطمة الكنزاوي، وكنوجهوا شكر جزيل لكل شخص عطى مجهود باش ينمي هذه الرياضة ديال كرة القدم. وكنبغيو نشكروا جميع الأطر اللي كانوا معنا حاضرين معنا اليوم. وكنبغي نوجه الشكر للمدرسة ديالي اللي كنتمي ليها اللي هي قدماء لاعبين نادي السريع وتزم. وشكرا. حنايا التلميذات والتلاميذ ديال مدرسة علال بن عبد الله فرحانين بهذه البطولة، وكنشكروا جمعية الأصدقاء والطفولة والشباب. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كنبغي نشكر جمعية أصدقاء الطفولة والشباب اللي نظمت لنا هذه القافلة الرياضية تحت شعار الرياضة للجميع، وكما كنبغي نشكر جمعية قدماء لاعبي نادي السريع وتزم اللي دارت محطة لهذه القافلة هذه وشاركتنا بمجموعة من الأنشطة الرياضية ونظمت لنا حد النشاط اللي كيجمع تقريبا مجموعة من الفرق مختلفة الأعمار من 2006 ل 2002. كتعتبر هاد الأنشطة وهاد المحطات هي اللي كتنمي البلاد، هي اللي كتقوم بإفراز
كتقوم بالتنقيب على المواهب، كتقوم على كدير على التنقيب على المواهب، وهي اللي كتزدهر بالرياضه في البلاد. كما تقدم بالشكر لوزاره الشباب والرياضه التي لم تبخل علينا باي شيء، سواء ماديا او معنويا. كما أتقدم بالشكر لجميع الفعاليات المساندة لجمعية أصدقاء الطفولة والشباب، وبشاركة مع جمعية قدماء لاعبين نادي ساري عوض.